الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد أقطار الأمطار وبعدد أوراق الأشجار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما هو أهله ومستحقه